أصدرت منظمتها هيومان رايتس ووش مبادرة الحرية اليوم بيانا مشتركا يطالب بالتحقيق في وضع المواطن المصري الأمريكي خالد حسن الذي حاول الانتحار أثناء حبسه احتياطيا في سجن تورة. وكان حسن قد تم القبض عليه قبل أكثر من عام ونصف، واتهم الأجهزة الأمنية بتعريضه للتعذيب والاغتصاب، كما قال أنه تم منع مسؤولي السفارة الأمريكية الذين زاروه من منح صورا لأطفاله. وقال البيان أن حسن حاول الانتحار بقطع شرايين معصمه وتناول كمية كبيرة من حبوب ارتفاع الضغط، مما أدى إلى نقله لمستشفى سجن تورة. وينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية محمد عادل سليمان المحامي والحقوقي المصري. أهلا بك معايا يا محمد، كل عام وأنت بخير. أهلا يا سلام. وزي ما بقول حسن حاول الانتحار في 29 يوليو، يعني ده زي ما أنا ما ذكرت في المقدمة. في الحالة دي إيه الإجراءات القانونية اللي المفروض الجهاز اللي محتجزاه في الحالة دي هو سجن تورة المفروض إن هو يقوم بيها؟ في الحالة دي مفروض النيابة العامة عليها دور كبير جدا، لأنه في الواقع احنا السجون هي مقر احتجاز وتنفيذ عقوبات، وتنفيذ العقوبة هو تسلط للنفس على النفس، وفي شخص في إيده السلطة يضع الناس في عنبر مقفول أو مغلق، يطلعهم للتريد ما يطلعهمش للتريد، والتريد لمن لا يعلم هو أنه يطلعوا يشوفوا الشمس كل يوم علشان يحافظوا على صحتهم ويقدروا يتحركوا ويمشوا رجليهم في مساحة معقولة علشان تجنبا للأمراض يعني. ولكن للأسف احنا دور النيابة العامة في مصر يكاد يكون منعدم أو بالعكس ذا أثر سلبي، بمعنى أنه في حد مسجون فتعرض أخذ حبوب زيادة راح مستشفى السجن، ومفروض المستشفى تبلغ تحرك مأمور السجن، المفروض النيابة العامة تتحرك تعمل تفتيش على السجون، لكن ده ما بيحصلش. يعني مفيش تفتيش من النيابة العامة على السجون بنسمع عنه أو بنشوفه، على الرغم من كل البلاغات اللي بتارد من السجون بسوء المعاملة ومنع الأدوية والحبس الانفرادي المخالف للقانون وخلافه. طيب هنفترض أنه هذا الشخص كان في مرحلة التحقيق وراح بعد محاولة الانتحار أو التعذيب المتكرر أو محاولات الاغتصاب أو الاغتصاب داخل السجن اللي بيتعرض ليها المساجين، وراح لوكيل النيابة وقال له أنا حصل معايا 1 2 3 4، عنده حل من 2 الأشهر، يعني إن وكيل النيابة بيثبت ده في محضر التحقيق وفقط، أو إن وكيل النيابة بيقول له طب وده ما عجبكش نرجعك تاني يعني. وده بيحصل في بعض الجرائم السياسية أو الجرائم ذات البعد الجنائي السياسي اللي متهم عليها ناس من الإخوان المسلمين أو من الإسلام السياسي بشكل عام، وبيصبح النيابة العامة خصم واضح للمتهم وخصم غير شريف، بمعنى ان هو بالاساس النيابه العامه خصم للمتهم بتوجه له الاتهامات وتحقق معاه، لكن يجب ان يتمتع هذا الخصم اللي هو بينفذ القانون بشرف تنفيذ القانون، وان هو يحافظ على براءه المتهم الى اثبات ادانته، ويحاول تقديم ادله، يشوف معامل فنيه، يشوف التحريات، يشوف خلافه. لكن للاسف بتتحول النيابه العامه لخصم غير شريف فيما يتعلق بمجريات الدعوة القانونية، وبتكون أقرب إلى من يقوم بانتزاع الاعتراف بمساعدة رجال الشرطة في السجون أو في إقسام الشرطة للأسف يعني. طب محمد، هل هناك حالات انتحار أو محاولات انتحار أخرى بالسجون المصرية؟ وإيه الأسباب اللي بتدفع المسجونين للانتحار؟ إحنا عندنا محاولات، أعتقد 6 محاولات موثقة من مركز النديم. عندنا حالة مشهورة جدا لصديقنا محمد سلطان، مصر أمريكا أيضا، وتم ممارسة ضغوط لخروجه، وهو لما خرج حكى أنه ما كانش بيعمل محاولات انتحار، ولكن كانوا بيحطوا له شفرة موس من تحت الباب في الزنزانة ويقولوا له ريح نفسك، يعني أنت ليه معذب نفسك كده، لما هو عمل إضراب طويل عن الطعام، ويدوا له تعليمات ما تقطعش ايدك بالعرض، اقطع بالطول علشان النزيف يكون اسرع وما تحسش بتعب وحاجات زي كده. فالوضع في السجون يعني سيء، يعني كلمه سيء ما توصفش اللي بيحصل، لكن مليء بالانتهاكات اللي بتبتدي من التعذيب. يعني هو السؤال بقى، في شخص عايز ينتحر ليه؟ ليه في شخص بيبقى بيفكر يزهق روحه او للتخلص من العذاب؟ عذاب ايه؟ عذاب اللي هو اللي بيحصل داخل السجون من تعذيب،
يعني في الشهاده بتاعت المواطن اتكلم عنه هيومن رايتس ووتش بيقول ان هو تعرض لاغتصاب، فرجل بيتم اغتصابه داخل السجن فهيفكر في الانتحار طبعا، ويعمل محاولات للتخلص من حياته لاحساسه بالعار وبالذل وبالمهانه وبالامتهان الكامل وبانتقاص رجولته وبكل الامور، ونمد الخط على استقامته، الكهرباء الزياده، التعذيب، الحبس الانفرادي، المده الطويله اللي هو بيأثر على السلامه العقليه للبشر. يعني لما حد يفضل موجود داخل حبس انفرادي 24 ساعه في ال 24 ساعه غير مسموح له بالتريض، في ربع ساعه او حاجه بيفتحوا له الباب علشان يخرج فضلاته بره ويدخل تاني يكمل بقيه اليوم بنفس المنهج، ده امر يصيب الشخص بالجنون يعني، ويؤثر على السلامه العقليه بالطبع. لما يكون بنشوف زي سجن العقرب بتتمنع الزياره عن من الاهل لمدد تتراوح من شهور لسنوات كامله، اكثر من سنه، وعندنا حالات كثيره موثقه بذلك، اكثر من 12 شهر 365 يوم ما بتشوفيش حد خالص غير السجان، ما بتشوفيش نور الشمس. لما يكون عندنا حالات تعذيب ممنهجه وقويه وفيها تهديد باقتياد بعض افراد الاسره وخلافه، فانت كمان مش بتحس بامتهانك انت شخصيا، ولكن بتحس ان انت اصبحت عبء وخطر على احبائك، زوجتك، امك، اختك، اخوك وخلافه، فبتقول انه خلاص انا تخلصي من حياتي هو حمايه للاحبه اللي موجودين بره، مش بس حمايه لنفسي من عذاب الالم او السجن او الانتقام، ولكن كمان حمايه للدائره الاكبر. للاسف الوضع يا سلمى في السجون في مصر كل يوم من أسوأ لأكثر سوءا، ومن أكثر سوءا لأكثر سوءا بمراحل وهكذا. طب هل في أي حل للدائرة دي يا محمد؟ يعني هل مثلا المجلس القومي لحقوق الانسان اللي كان استاذ محمد فايق بيشتكي من اسبوعين، وان هو اللي هو رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، ان هم ان الداخليه منعينه من زياره بعض السجون، وامبارح كان معانا استاذ جورج اسحاق برضو كرر ان الداخليه منعهم من زياره بعض السجون، ففي اماكن احتجاز، يعني في اماكن احتجاز احنا ممكن نكون ما نعرفش اصلا ان هي موجوده، يعني المجلس القومي اصلا مش هيروح مش بيطالب ان هو يزورها لانه ما يعرفش اصلا ان هي موجوده. هل المجلس القومي يقدر يطالب بصلاحيات اكتر؟ ده هو في النهايه برضه مؤسسه حكوميه، هل يقدر يطالب بصلاحيات اكتر عشان يقدر يوقف سلسله الجرائم دي اللي بترتكب؟ لو النيابه العامه سمح لها بالقيام بدورها القانوني والدستوري في الرقابه على السجون، ممكن المجلس القومي يسمح له بذلك. النيابه العامه اللي عندها دور دستوري في التفتيش، ليس الزياره، ليس مراقبه، في التفتيش على مقر الاحتجاز، ومقر الاحتجاز بمعنى اسم الشرطة والسجون، السجون بكل أنواعها المركزية وشدة الحراسة والليمانات وخلافه. لكن احنا عندنا تعطيل للدور الدستوري للنيابة العامة، والتعطيل ده يعني بشكل كده ما بشكل رسمي انه لا ما حدش هيفتش، وكمان تطوعا من أعضاء النيابة العامة ان لو جات لهم شكوى ما بيحققوش فيها، يعني انا اروح اقول لهم يا جماعة انا اتعذبت فما يحققوش فيها. طب تعالى للقاضي، القاضي اللي بيودع المتهم في السجن علشان مجريات سير القضيه والتحقيق فيها واستكمال، فمفروض المتهم ده في عهده القاضي، فيطلع المتهم يقول له يا ريس انا جالي ذبحه صدريه وحصل لي كذا وحصل لي كذا وما بيدخلوش العلاج، يقول له اثبت يا ابني فحضر الجلسه وبس خلاص. ولا انا في اللي حصل مع محمد مرسي، يعني اللي هو كان رئيس منتخب ب 12 مليون صوت، وكان كل جلسه يطلع يقول فيها انا بيتم قتلي بالبطيء، انا ما بيدخليش علاج، انا تعبان، انا عيان، ما حدش بيغيثه يعني، ما حدش بيديله الادويه. عندنا عمنا ابو فتوح 12 مليون صوت في الانتخابات ولا 11 مليون صوت ونفس الامر، ما بالك بقامتين زي مرسي وابو الفتوح وبقيه الناس بقى العاديه اللي زيه وزيك وزي خالد ده واي حد تاني يدخل السجن. فالحق في الرعايه الصحيه، يعني انت لو عايز تفضل تعذبه عالجه عشان يفضل عايش فتعرف تعذبه، لا انا هسيبه يموت عادي مفيش مشاكل. فأنا بصراحة المجلس القومي لحقوق الإنسان عليه ملاحظات كتيرة، لكن أنا مش هسيب في الراس وامسك في الرجلين. هذا المجلس تم تعيينه بشكل يعني احنا عارفين هو ازاي، وده بالنسبة لي مش مهم خالص، كله على بعضه. أنا عايز النيابة العامة تقوم بدورها. عايز السيد النائب العام يقوم بدوره بالإشراف والتفتيش على مقر الاحتجاز والسجون. عايز القضاء الجالس القضاة الجنائيين الموجودين اللي عملوا دلوقتي دوائر إرهاب مخصوصة ومسكوها القاضي بمعروف باسمه وباحكامه يقوم بدوره في الاشراف. انت قاضي بتقول لفلان انا شاكك انك متهم احبسك 45 يوم،
بتشوفه محافظين على حياته لغايه لما تصدر حكم نهائي بالبراءه وبالادانه ولا لا، شوفوا ياخد الدواء ولا لا، شوفوا بياكل كويس ولا لا، يعني شوفوا اصلا بياكل ولا ما بياكلش، شوف الميه اللي بيشربها صالحه للشرب ولا مش صالحه. لكن احنا عندنا النيابه العامه والقضاء الدور الدستوري الحقيقي المنوط بالسلطه القضائيه لا يقام به، يعني بالتخاذل من قبل السلطه القضائيه وكمان باوامر من السلطه التنفيذيه. طب محمد، وزاره الداخليه تحديدا، كلنا متذكرين حديث ترامب الدائم ايام ايه حجازي، كلنا فاكرين دعواته للافراج عن ايه حجازي ولغايه لما خرجت بالفعل ايه حجازي وازاي تفاخر بانه هو كان احد الاسباب لخروجها لغايه ما وصلت ايه حجازي امريكا وهو شخصيا قابلها في البيت الابيض والى اخره. ايه تفسيرنا لان المواطن الامريكي حسن اللي احنا بنحكي عنه ده، وانا المصري الامريكي اللي حكى اللي مقبوض عليه من يناير 2018 وحكى ان هو تعرض للتعذيب وللاغتصاب ودلوقتي بيحاول الانتحار والى اخره، ترامب متجاهله تماما ولم يتحدث عنه ولا مره؟ لا ما يهمنيش ترامب تجاهله لا بصراحه، انا يهمني ان القضاء المصري مستقل ولما ترامب بيركز مع حد بيطلعه بس. يعني انا احب برضو أركز مع مشكلتنا احنا، يعني ترامب بقى مشغول في حاجات تانية مش فاضي، بس ترامب لو اتكلم هيطلعوه يعني أو هيهتموا بيه أو هيحققوا في قضيته، أو السيسي هيتكلم عنه كلمتين زي ما حصل ساعة آيه حجازي، أو هيطلع قاضي يقول احنا قررنا من دماغنا واحنا شايفينه من الناس براءة، وده حصل مع آيه حجازي بتدخل ترامب، وحصل مع معتقل تشيرت محمد محمود بتدخل من السيسي نفسه بعد ما الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد كلم السيسي فتاني يوم نزلوا ولا جلسة وخرجوه. فأنا عايز أي حد يتكلم عن أي حد مسجون عشان يخرجوه، ما عنديش مانع أي حد يتكلم عن أي حد. يعني هذا القضاء قضاء مسيس غير مستقل بيسمع كلام السلطة التنفيذية، فأنا بخاطب رأس السلطة التنفيذية والرئيس السيسي دلوقتي بحال الأيام المفترجة دي، ادي الناس تعليمات إن هي ترحم المسجونين، تديهم ساعتين تريض، تدخلهم أدوية بحال الأيام المفترجة دي، ادي الناس اللي عليها مراقبة أجازة تقعد في بيوتها أو خليها تراقب من بيوتها بدل ما هي متعذبة ما بين السجون فقط. يعني احنا يعني نسيب بقى كل الحاجات ونكلم السيسي على طول، هو رئيس المجلس الاعلى للقضاء وهو اللي بيعين كل رؤساء الهيئات القضائيه بشكل مباشر. والله بالفعل يا محمد لو بالفعل يتم الافراج على الناس المحبوسه احتياطيا على مدار سنوات ما شافوش اهلهم ومحبوسين في حبس انفرادي وكلهم زملاء، يعني في يعني مش عايزين نذكر اسماء وننسى اسماء، بس يعني ناس كانوا موجودين معانا في يوم من الايام، كانوا موجودين على الطاوله دي شادي الغزالي حرب او حبس انفرادي من يومها حتى الان، فما عندناش مانع نخاطب اي مين اللي ممكن يفرج عنهم ولا يخليهم فعلا يقضوا العيد مع أهلهم. بنشكرك محمد عادل سليمان المحامي والحقوقي المصري، شرفتنا يا محمد. نخرج معكم لفاصل ونعود لاستكمال فقراتنا، ابقوا معنا.